عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون، أيها المشاهدون، أيها الطلاب الكرام، حفظكم الله. فنواصل درسنا في العربية بين يديك، في الوحدة الأولى التحية والتعارف. بالأمس كنا ندرس الحوار الأول بين خالد وخليل، وبين بين خولة وخديجة. خالد يقول السلام عليكم، أعيد مرة ثانية حتى تتذكرون ما كنا ندرس بالأمس في صفحة 2، في صفحة ده رقم 2 ورقم 3. فخالد يقول السلام عليكم، وخليل يقول وعليكم السلام. ثم خالد يقول اسمي خالد، ما اسمك؟ خليل. اسمي خليل. خالد كيف حالك؟ خليل بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خالد بخير والحمد لله. هذا حوار الأول ألف. وحوار الثاني آخر، الحوار الأول باء، الحوار بين خولة وخديجة. خديجة خولة قالت السلام عليكم، ونص الكتاب موجود أمامكم في الشاشة، ممكن تقرؤون معي. خولة السلام عليكم، خديجة وعليكم السلام. خولة اسمي خولة، ما اسمك؟ خديجة اسمي خديجة. خولة كيف حالك؟ خديجة بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خولة بخير والحمد لله. هذا حوار الأول ألف والباء الذي كنا ندرسه أو درسناه بالأمس. وكنا نعرف الفرق بين كيف ما اسمك وما اسمك. ما اسمك للمذكر للرجل، وما اسمك للمؤنث أو نقول للمرأة. وكذلك أنت وأنت، أنت يكون للمذكر وأنت يكون للمؤنث. وكيف حالك وكيف حالك، كيف حالك للمذكر وكيف حالك للمؤنث. هذا الذي كنا ندرسه بالأمس. واليوم أيها الطلاب، أيها المتابعون الكرام، ننتقل إلى الحوار الثاني في الصفحة 4، والنص الكتاب، والنص الكتاب موجود أيضا أمامكم في الشاشة. الحمد لله اليوم عندنا شاشة لنص الكتاب. إذا الذين لم يكن عندهم كتاب ممكن يقرؤون معي في نفس الشاشة نفسها. الحوار الثاني ألف، الحوار يكون بين محمد وشريف. إذا التحية بداية دائما نقول السلام عليكم، والجواب نقول وعليكم السلام. محمد من أين أنت؟ من أين أنت؟ شريف أنا من باكستان، أنا من باكستان. محمد هل أنت باكستاني؟ شريف نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ محمد أنا تركي، أنا من تركيا. شريف أهلا وسهلا. الحوار الثاني ألف.
وحوار الثاني باء، الحوار يكون بين مريم وزينب، مريم مرأة مؤنث وزينب أيضا مؤنث. مريم السلام عليكم، وزينب وعليكم السلام. مريم من أين أنت؟ زينب أنا من مصر، أنا من مصر. مريم هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ زينب نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك أنت؟ مريم أنا سورية، أنا من سوريا. زينب أهلا وسهلا. إذن أيها الأحباب، حوارنا اليوم بين محمد وشريف وبين مريم وزينب، وحوار عن سؤال عن المكان، أين للسؤال عن المكان. هنا يقول من أين أنت، يعني من أي مكان أنت. إذن من أين أنت؟ شريف يقول أنا من باكستان. باكستان اسم دولة، مثل نحن أنا من كمبوديا، أنا من كمبوديا. شريف يقول أنا من باكستان، من باكستان. هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ سؤال عن الجنسية. الشريف يقول نعم أنا باكستاني، يعني جنسيتي باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ يعني ما جنسيتك أنت؟ محمد أنا تركي، أنا تركي، جنسيتي تركي. أنا من تركيا، يعني دولتي دولة تركيا. أنا دولتي كمبوديا، أنا كمبودي، أنا كمبودي. ومحمد هو من تركيا، من دولة تركيا، وهو تركي. شريف يقول أهلا وسهلا، يعني أهلا وسهلا، يعني بمعنى مرحبا بك. أهلا وسهلا بمعنى مرحبا بك. الحوار الثاني باء، مريم السلام عليكم، هذا تحية، وعليكم السلام. من أين أنت؟ إذن لازلنا نستخدم أو ندرس أو نسمع أنت وأنت، أنت للمذكر وأنت للمؤنث. من أين أنت؟ من أين الرجل والمذكر واحد، لكن أنت مذكر، أنت مؤنث. إذن من أين، إذا نقول للمذكر نقول من أين أنت، إذا نريد أن نسأل مؤنث مرأة نقول من أين أنت. الجواب أنا، إذن أنا مذكر، أنا مؤنث، أنا، ما في فرق، ليس هناك فرق بين أنا، أنا مذكر أنا ومؤنث أيضا أنا. أنا من مصر، مصر اسم دولة، مصر دولة، مثل باكستان، تركيا، كمبوديا، تايلاند، فيتنام، لاوس، ماليزيا، هي دولة. إذن أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ يعني هل أنت مصرية؟ الجواب نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ وما جنسيتك؟ المذكر نقول وما جنسيتك، أما المؤنث تنقول وما جنسيتك. مريم أنا سورية، أنا من سوريا، سوريا دولة، سورية جنسية. وزينب تقول أهلا وسهلا، يعني مرحبا بك. أيها الشباب، ها في هذا الحوار عندنا السؤال عن المكان، السؤال
حال المكان نستخدم كلمة أين. نكتب هنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم كلمة أين، ماذا نقول للسؤال؟ اكتب بخط أكبر منه قليلا. للسؤال عن المكان، مثلا نقول من أين أنت، أو نريد أن نعرف القلم، هذا قلم، أين قلم؟ نقول نريد أين، نريد أن نعرف أين القلم، نقول أين القلم. نعم. ونريد نسأل عن كتاب فنقول أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ إذن أين للسؤال عن المكان؟ أين كبرى سمراب سو أمبي تي كلاي؟ لأنني كنا يجع جان دع أمبي تي كلاي يوين موي يجع برا بيا أين سمراب سو؟ إذا نريد أن نعرف، نريد أن نسأل مكان شيئا ما، فنستخدم أين. أين قلم؟ أين سيارة؟ أين المدرس؟ أين دفتر؟ أين وأين؟ إذن أين للسؤال عن المكان؟ أين كبرى سمراب سو أمبي تي كلاي؟ جكنا يك شان دن تي كلاي أمبي أوي موي كي يك برابي أين؟ سؤال آخر، ما جنسيتك؟ ما جنسيتك ك للمذكر علامات الاستفهام، هنا علامات الاستفهام. إذن ك لماذا؟ للمذكر. وكي للمؤنث. جن ك ين دن تن اخني هاي كابي مثال مي مي ريت بو جك كانا ك كي برا جي موي نن فيت برو هاي كي كي برا جي موي نن فيت سري بسن با ين كبونغ تاي نيجي تو كان داي كو سانتنيه ربو ين جي برو ين برا ك هاي بسن با داي كو سانتنيه ربو ين جي ستري ين برا كي. ما جنسيتك؟ من تا ني miền sinh chiết chia quấy rồi có nẹt chia chôn chiết away mà dân sĩ gia tu cả hôm nay là chết ai đây đến ở ba ai đây đến mình asma adwal Pakistan Pakistan wa Turki Pakistan Turki wa ism akhar Misr wa daula ukhra Suria Suria, Pakistan, Turki, Mesir, Suria. Hia daulah. Makna daulah? Makan. Misalnya Kamboja. Kamboja daulah. Thailand daulah. Pakistan daulah. Turki daulah. Wa Mesir daulah. Wa Suria ayaban daulah. Pakistan. Perti. Pakistan, Turki, Turki,
مصر برتة إزيب سوريا برتة سيري دولة هناك جنسية كلمة أخرى باكستاني باكستاني تركي تركي ثم مصري مصري والأخير سوري هذه الكلمات تدل على الجنسية بيتن أهني كي سمدعو تولى جنجيت جن باكستاني جنجيت باكستان تركيا تركيا جنجيت تركي مصري جنجيت إزيب سوري جنجيت سيري هذا للمذكر هذا لماذا للمذكر مذكر ما معنى مذكر مذكر الرجل مذكر كي برا سبرا بحيد برا مذكر من نيتها بحيد برا نعم ومؤنث ماذا نقول في مؤنث مؤنث ما معنى مؤنث مؤنث كي بحيد سري مؤنث نقول باكستاني نقول با كس با كستا نية تون هنا باكستاني هنا باكستانية تون تركي تركيا تون مصري مصرية تون وسوري سوريا تن نلاحظ نجد الفرق بين مذكر ومؤنث هنا في حرف هذه التاء هذه تاء وهذه تاء وهذه تاء هذه تسمى تاء التأنيث أو تاء المؤنث التاء التي تدل على أن الكلمة هي للمؤنث مذكر لا توجد تاء لا توجد تاء معه باكستاني هنا مذكر باكستانية مؤنث بيبرا من ينتاتي لو برا كنا كي برا جي بيت سري بنجيت هاجي بيت سري جنجيت نو كي جي جنجيت قوات ميان بيت جي سري جن كي برا باكستانية لنقول نحن بلدنا كمبوديا إذن كمبوديا أين أكتب هنا كمبوديا كمبوديا دولة برتي كمبوديا كمبوديا يعني كسي بابني كيف سأعرف كسي بابني كمبوديا بعدين جون لا تجي إذا نريد أن نقول نحن جنسيتنا كمبوديا نقول كمبوديون كمبوديون هنا للمذكر أو مؤنث للمذكر وإذا مؤنث كيف نقول كمبودية تون كيف أكتب كمبودية تون هذه للمؤنث إذن كمبودي مذكر كمبودية مؤنث وهنا أيضا باكستاني مذكر باكستانية مؤنث تركي مذكر تركية مؤنث مصري مذكر ومصرية مؤنث سوري مذكر وسورية مؤنث وهذه هي كلمة التي تدل على دولة وعلى الجنسية
chăng pịa tằng ơ ni kư chi pịa đael kê prâu sâm đâu tơ lơ chmuh robas prate tu sê ực tup hô na kơ mi sê chuôn đơ khăng lơ ni hay khăng krâu ni kư chi pịa đael kê prâu sâm rạp sâm đâu tơ lơ chun chiet hay jeung kơ miên ka bai chai khnie rưieng tha chun chiet nô prâsân bơ phet prâu jeung sê sê yang mịch hay phet srey jeung sê sê yang mịch jeung khơi tha miên lakkhana khok khnie trong tha miên ta đael kê ha tha ta al marbuta هل تستطيعون ان تاتي باسم دوله اخرى مثلا في جنوب شرق اسيا في جنوب شرق اسيا جنوب شرق جنوب شرق اكتب شرق اسيا ما معنى جنوب شرق اسيا ازي اكني ازي نو تيس في خنگ تبوง شيئ خنگ كا رو كو ين ها تا ازي اكني جنوب شرق اسيا كم دوله نجد مثلا Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Laos, Myanmar. كل هذه اسم للدولة. الآن نأتي إلى التدريب. ممكن ننتقل إلى التدريب. التدريب يقول صل بين الكلمة والصورة. التدريب يقول صل نعم النص موجودة نعم النص موجود نعم. التدريب يقول ما معنى تدريب؟ تدريب لمهان. تدريب معناه لمهان يعني شيء نتدرب أو نحاول أن نفهم أو نحاول أن نتأكد هل نفهم الدرس أم لا. إذن تدريب يقول صل بين الكلمة والصورة المناسبة. صل بين الكلمة والصورة المناسبة. ما معنى صل؟ يعني نجعل شيئين أو شيئين يتصل بعضهما ببعض. هنا يعطي كلمة وصورة كأمين روبيب نن بي ونقول باكستان باكستاني باكستان باكستاني. ننظر أيهما نصل مثلا باكستان هل نصل بصورة الرجل أم نصل بصورة الخريطة الأزرق تسمى خريطة. خريطة بمعنى ما معنى خريطة؟ خريطة الشيء الذي الخطوط التي تبين حدود بين الدول في العالم أو لنقول باللغة الكمبودية بانتي. إذن الخريطة تقول باكستان. إذن باكستان أين نصل؟ نصل بصورة الرجل أو صورة الخريطة؟ نعرف ونفرق على بناء على ما درسنا قبل قليل أن باكستان اسم للدولة وباكستاني للجنسية. صورة أخرى الرجل وخريطة أيضا لكن الكلمة مصر ومصرية. مصر ومصرية أين نصل كلمة مع الصورة؟ كيف أو كيف نصل الكلمة مع الصورة؟ صورة أخرى الرجل و الخريطة لكن الكلمة هي سوريا وسوري. الصورة الأخيرة الصورتين الأخيرتين تركيا وتركي. إذن الذي تابع معنا في الدرس قبل قليل سيستطيع أن يصل أو سيستطيع أن يجيب على هذا التدريب بإذن الله تعالى. والآن أعيد الدرس مرة ثانية أيها الشباب أيها الطلاب الكرام حفظكم الله. درسنا اليوم في الصفحة أربعة. صفحة رقم كم؟ صفحة رقم أربعة وخمسة.
صفحتين. الحوار الثاني، الحوار الثاني عندنا ألف وباء. الحوار الثاني ألف: محمد، السلام عليكم. شريف: وعليكم السلام. محمد: من أين أنت؟ شريف: أنا من باكستان، أنا من دولة باكستان، أنا من باكستان. هل محمد، هل أنت باكستاني؟ شريف: نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ محمد: أنا تركي، أنا من تركيا. شريف: أهلا وسهلا. ما معنى أهلا وسهلا؟ مرحبا. ما معنى مرحبا؟ صوم سواكم. إذن مرحبا معناها صوم سواكم. من أين أنت؟ تا نيا تا لوك تا بون تا أون تا كموي تا أم تا بو جوي موك بينا رو كو موك بي برتهنا. أنا من باكستان، كيوم موك بي برته باكستان. هل أنت باكستاني؟ تا لوك جي جون جيت باكستان منتي. شريف: نعم بان. نعم نستخدم مذكر ومؤنث أيضا. نعم كي برا بان تنك بي تنك برا تنك ستري كي برا نعم دي كني دا ينك بق برا تحب بان تاي برسان بابي كبيسا كما ينك ستري كي برا جا برا كي برا بان هاي دالاي بيسا عرب كي نعم دي كني بطو جي ينك برا كو ينك شلاي تحب بان. نعم با ينك جي ستري كو ينك شلاي جا كو جي بي عرب نعم دي كني جنك بي كي هاو شمو ينك ينك شلاي تحب نعم جنك برا بان ركو جا. ຈັ່ງ ນາມ ນີ້ ມັນ ມີ ການ ໄປ ຈາຍ ລະຫວ່າງ ເພດ ປ્રો ນັງ ເພດ ສ្រី ເດ. ນາມ ອານາ ອານາ ກໍ ໂດຍ ຄືນີ້ ອານາ ນີ້ ກໍ ປ້າ ລິລ ມຸຊັກກັດ ວາ ມຸອັນນະສ ປ້າ ບານ ທັງ ປ્રો ທັງ ສ្រី ໄດ້ ໄດ້ ເຈິງ ບອກ ປ્રાય ຖ້າ ຂ້ອຍ. ຈັ່ງ ອານາ ປາກິສຕານີຍຸນ ຂ້ອຍ ຊິ ຊົນ ຈິດ ບານ ຂ້ອຍ ຊິ ຊົນ ຈິດ ປາກິສຕານ. ວາມາ ຈິນຊີຍາຕຸກາ ອັນຕາ ໃຫ້ ຕາ ລູກ ຊິ ຊົນ ຈິດ ອະໄວ ໄດ້ ຫຼືກໍ ລູກ ມີ ສັນ ຈິດ ອະໄວ ໄດ້. محمد انا تركي، خيوم جي جون جيت توكي. انا من تركيا، خيوم موك بي برته توكي. اهلا وسهلا، سوم سواكم. الحوار الثاني با، حوار ثاني با. مريم السلام عليكم. السلام عليكم و عليكم السلام وي جي بي سواكم وي جي بي كوم نوب ដែល គេ ប្រើ ប្រាស់ នៅ ក្នុង អ្នក ដែល ប្រើ ភាសា អារ៉ាប់ ហើយ ជា អ្នក ដែល កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម គឺ ជា ទូទៅ គឺ គាត់ ប្រើ ការ ស្វាគមន៍ គ្នា ដោយ ប្រើ ពាក្យ មួយ នេះ គឺ អស្សាឡាមុ អាឡៃគុម ហើយ អ្នក ដែល ឮ បាន ទទួល អ្នក ដែល ទទួល វិញ គឺ គាត់ ឆ្លើយ ថា វ៉ា អាឡៃគុមុស សាឡាម. អញ្ចឹង នេះ វា ជា ពាក្យ ស្វាគមន៍ ហើយ វា កាលីមា អូ នកុល អត-តាហ៊ីយា ការ ស្វាគមន៍ នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម. មរៀម មិន អៃណ អន្តិ តា អ្នក ឬ ក៏ អ្នក នាង ឬ តា កញ្ញា តា លោក ស្រី អញ្ជើញ មក ពី ខាង ណា មក ពី ណា? زينب انا من مصر، ខ្ញុំ មក ពី ប្រទេស ايجيب. هل انت مصريه؟ តា លោក ស្រី ឬ ក៏ អ្នក នាង ជា ជន ជាតិ ايجيب ឬ even ជន ជាតិ ស្រី គឺ គេ ប្រើ មាន តា នៅ ក្នុង ចុង សរសេរ ដែល ស្រួច នេះ ដោយ រូប ភាព ដែល ខ្ញុំ សរសេរ ជូន នៅ ក្នុង កដា ខ្ញុំ បាញ់ មិញ. أنا مصرية، ខ្ញុំ ជា ជន ជាតិ ايجيب. وما جنسيتك أنت؟ هاي تا អ្នក ឬ ក៏ តា លោក ស្រី អ្នក ស្រី អ្នក នាង ជា ជន ជាតិ អ្វី ដែរ? مريم أنا سورية، ខ្ញុំ ជា ជន ជាតិ سيري. أنا من سوريا، ខ្ញុំ មក ពី ប្រទេស سيري. ហើយ ចុង ក្រោយ زينب គាត់ ថា أهلا وسهلا. អញ្ចឹង ពាក្យ أهلا وسهلا ក៏ មិន មាន ការ បែង ចែក រវាង ការ និយាយ ទៅ កាន់ បុរស ឬ ក៏ និយាយ ទៅ កាន់ ស្ត្រី ទេ. គឺ យើង ប្រើ أهلا وسهلا តែ មួយ ដូច គ្នា. ហើយ ក៏ ដូច គ្នា ដែរ យើង និយាយ ទៅ កាន់ អ្នក គ្នា ច្រើន ក៏ នៅ តែ ប្រើ ពាក្យ أهلا وسهلا ដោយ មិន មាន ការ ប្រែ ប្រួល តាម ចំនួន ឬ ក៏ តាម ភេទ នោះ ទេ. អញ្ចឹង គ្នា ច្រើន ក៏ យើង និយាយ ថា أهلا وسهلا, គ្នា តិច ក៏ យើង និយាយ ថា أهلا وسهلا, ហើយ ប្រុស ក៏ យើង ថា أهلا وسهلا, ហើយ ភេទ ស្រី ក៏ យើង ថា أهلا وسهلا ដូច គ្នា. الحمد لله. درسنا اليوم, أنا أنظر في تعليقات, هل هناك التعليقات؟ الحمد لله لا, ليس هناك سؤال أو لا أحد يريد أن يسأل. إذن درسنا اليوم
نتوقف عند هذا الدرس، وإن شاء الله سنواصل درسنا في بنفس الكتاب في نهاية أسبوع القادم في يوم السبت والأحد من أسبوع القادم بإذن الله تعالى. وإذا كان عندكم اقتراح أو عندكم سؤال أو استفسار، ممكن تكتبون السؤال في تعليق بمعنى كومن برسان بامين سمنو وركا جمال أي جنگ آج سسي سو بان تون كومن نن إن شاء الله كيوم نن بشي جيم بق سرائي بنجل بطايم جون ركا آج بنيا ساما جلق نعب طاق لور كيوم كبان نم بي كيوم جوي بنجل ركا آج ប្រាប់បន្ថែមនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនបានតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាន Inshallah darsana al-yawm nasil ila nihayatihi wa as'alullah azza wa jalla ay yarzuqakum jami'an as-sihhata wal afiyah wa tumtum fi ri'ayatillahi wa hifdhihi ila an naltaqi fi ad-dars al-qadim bi idhnillahi fi al-usbu' al-qadim والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك